أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية. وصفتنا اللي حنعملها هلأ تورتة كتير فاخرة لذيذة. حنعمل تورتة اللوز بالكراميل. نشوف مع بعض الطريقة. تورتة كراميل اللوز: خليط الكيك، كوب دقيق، 2 ملعقة كبيرة نشا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة صغيرة ملح، 6 حبة كبيرة بيض، 1/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، وملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وملعقة صغيرة برش برتقال أو ليمون. للحشو: كوب سكر، 1/4 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون، 2 كوب لوز مقطع أنصاف، و3 كوب كريمة سائلة. أعزائي المشاهدين، وصفة التورتة اللي حنعملها اليوم من التورت الراقية. السبونج اللي حنسويه تعتبر وصفة أساسية، فأرجو أنكم تحتفظوا بهالوصفة دائما وتعملوا منها عدة أنواع من التورتة. خلينا نشوف طريقة عمل السبونج. أنا حاطبخ أو حسخن خليط البيض مع السكر على حمام ماء سخنة. إذا حبيتوا أو متوفر عندكم الخلاط اللي ممكن نسخن فيه، فينا مباشرة نعمل هالخطوة، بتبقى كتير مريحة. هحط البيض وحط السكر، وإذا حبينا معاهم نحط الفانيليا. أثبت مضرب الشبك، نثبت درجة الحرارة، خلينا نقول على 50 بيبقى معقول درجة حرارة، بس أنا بدي أدفي وأبتدي أشغل. أعزائي المشاهدين، بعد ما أصبح عندي خليط البيض والسكر دافي، ببتدي أخفق على سرعة عالية جدا، بس خلص مش محتاجة أنا أسخن، حط في التسخين وأستمر بالخفق لغاية ما يصير عندي عالي ولونه أصفر فاتح. أعزائي المشاهدين، بنلاحظ الخليط كيف تضاعف، لونه أصفر فاتح وصار هش وخفيف جدا. نبتدي هلأ نضيف خليط الطحين مع النشا والبيكنج باودر ورشة خفيفة فقط أو رشة صغيرة من الملح. هحاول أنخلهم كمان مرة وكمان مرة، كل ما نخلنا عدة مرات كل ما أصبح عندي الخليط كتير خفيف. إذا حبينا نضيف برش الليمون أو البرتقال حسب رغبتكم. هاخد خليط الطحين وأوزعه على سطح الكيك، بس بخفة عشان ما يتكون كليته في مكان واحد، يعني قدر الإمكان يبقى بالشكل هذا. وأشغل خلاط لثواني بسيطة فقط على أعلى سرعة لغاية ما يختلط الطحين مع الخليط. ممكن احنا طبعا نخلط الطحين يدويا، بس مع الخلاط بيبقى سهل وبسرعة. هنحتاج سباتولا كبيرة عشان نقدر نعطيه تقليبة هيك سريعة. نقلب كويس، نتأكد انه ما في عندي اي طحين في القاع، يعني ما شاء الله مجرد هالتحريك الخفيف خلاص اصبح عندي السبونج جاهز. ابتدي اوزعه بالقوالب، وانا اليوم هستعمل 6 قوالب لتوزيع السبونج. وحقولكم السبب، اني بدي اقطع الكيك الى طبقات، فبدل ما اخبزه في قالب كبير وابتدي اقعد اقطعه واتغلب، ممكن من اولها اعمله على شكل طبقات بهذا الشكل في القالب. نبتدي نوزع الخليط بهالطريقة هاي، وادخل القوالب الفرن على درجة حرارة 180. بياخدوا لهم حوالي 10 دقائق لكل قالب، ما بياخدوا وقت لأنه هتشوفوا كتير خفيف، طبقة السبونج فيه كتير خفيفة. بس يطلع من الفرن بسيبه شوي يبرد في القالب، وبعد هيك بنقله على الشبك وسيبه يبرد تماما، ونبتدي نجهز الكريمة. أعزائي المشاهدين، بعد ما أخبز الكيك زي ما شفنا حضراتكم بتحطوه على شبك، 6 طبقات هم اللي عملناهم سوا بنفس المقدار اللي معاكم، تبقى سبونج خفيف جدا وهش.
قبل ما أبتدي أحشي بشيل أو بتخلص من هذا الورق، ونبتدي هلأ نجهز الكراميل باللوز. نشوف مع بعض الطريقة. هحتاج حوالي 2 كوب من اللوز. طبعا اللوز في عنا طريقتين، إذا حبيتوا تستعملوا لوز مقشر أو حبيتوا تستعملوا من غير تقشير حسب ما بترغبوا. هبتدي أحرق شوية سكر مع قليل من المي، حوالي معلقتين كبار مي، ممكن في بعض الأوقات نحط ربع كوب، مش ثابت كتير عندي المقدار. حضيف ملعقة من عصير الليمون وأسيبه على النار لغاية ما يصير عندي كراميل. ما بتحتاجوا تقلبوه، بس من وقت لوقت نتأكد إنه عم بتوزع عندي اللون كويس. أحضر قطعة من السيليكون مات تبقى قدامي، أو إذا حبيتوا قطعة من ورق الألمنيوم أدهنها شوية زيت وخليها جنبي، واللوز جاهز مقشر ومقطع أنصاف، بس طبعا لازم يبقى ناشف تماما قبل ما أستعمله. هنشوف سوا هلأ كيف شكل الكراميل. أعزائي المشاهدين، الكراميل أصبح عندي غامق، لابد يغمق كويس مش فاتح يكون عشان أقدر أحصل على كراميل طيب، وما يفرط معي. على فكرة إذا كان مغلي لدرجة إنه السكر يغمق معك ممكن ما يمسك ويضله لين السكر، ما بينفع، لابد يوصل للون الغامق. هبتدي هلأ أضيف اللوز. هقلب شوي على النار ليأخذ هيك غلوة، بتحسوا اللوز هيك تحمص تحميسة كتير طيبة. تغطى اللوز كله وتتحمص، وبرضو السكر عم ينحرق أكتر، وإذا في أي رطوبة باللوز عم بتنشف على الآخر. هاي من أهم الطرق والملاحظات حضراتكم تكونوا منتبهين إلها. على المات ببتدي أحط، طبعا خلوا بالكم لأنه بيبقى في عندي كراميل وسخن كتير جدا، ببتدي أخذ حبات اللوز قدر الإمكان، ما بدنا كتير إحنا كراميل. أحطها على المات بهذه الطريقة. الأطفال يكونوا برا المطبخ خالص في هذه المرحلة لأنه بيبقى كتير خطر. نبعد حبات اللوز عن بعضها هيك لتبرد عندي شوي، خلينا نحطها بالهواء شوي، وبسيب اللوز لغاية ما يبرد عندي على الآخر. أرجوكم ما تحطوه أبدا بالتلاجة، ما بينفع لأنه أي رطوبة عندي بتخرب السكر. بعد ما يبرد تماما حنشوف سوا إيش خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، بعد ما يبرد عندي اللوز ويتماسك، لاحظ كيف بيبقى شكله، بحطه في محضرة طعام عشان محتاجة اني اكسره او اطحنه ناعم. طبعا بيغلبنا شوي، بيلزق كتير بايدينا كتير، بس زي ما اتفقنا لابد ما نحطه ابدا في مكان فيه رطوبة لانه بيبقى كتير حساس، وما نحطش كمية كتيرة مرة واحدة عشان نعرف نطحنه بالشكل كويس. حسب بتغطى محضرة الطعام وشغل لغاية ما يصير عندي مطحون ناعم. أعزائي المشاهدين، حنبتدي هلأ نخفق الكريمة السائلة. هحطها في وعاء الخلاط وأخفق باستعمال مضرب الشبك. هبتدي أوزع طبقة من الكريمة على رقة من الكيك، وأوزع عليها رشة من الكراميل بالطريقة هاي، ونحط طبقة تانية فوقها، وأكرر نفس الخطوات. طبعا ما نكتر كريمة في الوسط عشان هتبقى عدة طبقات. السبونج عندي كتير خفيف. نفس الطريقة أعزائي المشاهدين، إذا حبيتوا بطعم البندق بتقدروا تعملوا
نفس الأسلوب، أو خليط من اللوز والبندق برضو بيبقى طعمه كتير لطيف. هاي آخر طبقة، خليني أقلبها عشان نحصل على سطح مستوي قدر الإمكان. هلأ خطوتي الثانية، توزيع طبقة من الكريمة على جوانب التورتة. هبتدي أحط طبقة من الكريمة وأبتدي شوي شوي أفردها على السطح، وشوي شوي أخذ من الكريمة على الجوانب بهالطريقة. نأخذ طبقة كمان، يعني إحنا الطبقة اللي عم بنحطها فوق هي اللي حنغطي فيها التورتة، فما تتخضوش إنه كمية كبيرة من الكريمة حطيناها على السطح، هي كليتها هي اللي حتتوزع على جانب التورتة. بس هاي من أسهل الطرق للتوزيع أو تزيين التورت بهذه الطريقة. بنلاحظ هلأ بتبتدي شوي شوي بالسباتولا العريضة هاي نزيح هيك الكريمة بهذا الشكل عشان توصل الأطراف، وأبتدي هلأ أخذ بنفس السباتولا اللي بشتغل فيها شوي شوي من الجانب، أبتدي أوزع طبقة الكريمة مع الضغط هيك عليها بهالطريقة. ببتدي أمسح بالسباتولا برضك على جوانب التورتة مع الضغط بخفة بهالطريقة. هاي بنلاحظ كل الكريمة هلأ عم بتحرك على كل الجوانب، باخذ الزيادة وبرضه برجع بمسح فيه كل الجوانب بنفس الطريقة. هنرجع ناخذ الزيادة اللي على السطح، برضه نرجع نكرر نفس الخطوات لغاية ما تتغطى عندي التورتة بالكامل. بس زي ما قلنا مش ضروري نغلب حالنا في أي أجزاء بنية بتبين، ما في مشكلة، كل هذا هيتزبط، هنشوف هلأ كيف. أعزائي المشاهدين، بنبتدي نوزع كراميل اللوز على شكل قطع هيك على داير التورتة، نضغط ضغطات خفيفة بس ليلزق سوا، ونزين التورتة برضو بقطع من كراميل اللوز. احنا ما طحناه كله، ممكن نخلي كم قطعة بالشكل هذا لتزيين سطح التورتة. أعزائي المشاهدين، التورتة جاهزة للتقديم، وأرجو أنها تكون عجبتكم. لتجهيز خليط البيض، سخنا السكر مع البيض، خفقنا لغاية ما تضاعف الحجم، أضفنا خليط الطحين والنشا والبيكنج باودر، وزعنا الكيك في القوالب. لتجهيز الكراميل، سخنا السكر وأضفنا اللوز. لتجهيز الكريمة، خفقنا الكريمة، وزعناها بين طبقات الكيك وزيناها بالكراميل. كراميل اللوز، خليط الكيك، كوب دقيق، 2 ملعقة كبيرة نشا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة صغيرة ملح، 6 حبة كبيرة بيض، 1/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، وملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وملعقة صغيرة برش برتقال أو ليمون. للحشو، كوب سكر، 1/4 كوب ماء، ملعقة كبيرة عصير ليمون، 2 كوب لوز مقطع أنصاف، و3 كوب كريمة سائلة.